بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله اليوم حنتكلم على الشق العملي لأحد أهم المعامل السيرولوجي اللي هو أزوت تيست. باختصره هو أنتي، اختصار لكلمة أنتي ستريبتولايسين أو تايتا. الأنتي بادي اللي هو ستريبتولايسين أو ستريبتولايسين هو عبارة عن مادة بروتينية إنزيماتيك تفرز من نوع من انواع البكتيريا اللي نسميها ستريبتوكوكس بايوجين او ستريبتوكوكاي بنقول عنها. طبعا هي من احد انواع البكتيريا بنقول عنها جرام بوزيتيف كوكاي. جرام بوزيتيف كوكاي هذه البكتيريا بتتميز انها الانزيمات اللي بتفرزها الها خاصيه اللي هو بنقول عنها بيتا هيموليتيك. بيتا هيموليتيك طبعا هي بتتبع لجروب A يتر ستريبتوكوكس، في منها كذا سيروتايب، في A في B في C حسب أنواعها. في عندنا أكثر من نوع من الجروب اللي هو ستريبتوكوكاي، فإحنا اليوم نتكلم عن نوع مميز من أنواع البكتيريا هذه اللي هي ستريبتوكوكس بايوجين اللي هي من الجروب A وهي بيتا هيموليتيك. بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. طبعا هذه البيتا هيموليتيك بكتيريا بتفرز مواد تانية مختلفة عن اللي هو ستريبتوكوكاي اللي هو ستريبتولايسين. في أكثر من مادة. هي تعد هذه البكتيريا نون موتايل، غير متحركه، فاكولتيتيف ان ايروبيك، يعني هي بالنسبه للظروف لها بتفضل عندها اللي هي ظروف هوائيه ممكن تتحمل بعض الظروف الهوائيه، لكنها هيش من بكتيريا لا هوائيه. هذه البكتيريا بتفرز زي ما قلنا بعض السموم زي اللي هو ستريبتولايسين او، في هنا كمان ستريبتولايسين اس، وهذول المادتين هم عباره عن مواد تشتغل كإنزيمز وبتكسر اللي هو الار بي سيز وبعض الخلايا المجاورة من نفس النسيج اللي بتحدث فيه اللي هو الانفكشن. في كمان بعض الانزيمات تانية بتفرزها هي خلايا هذه البكتيرية. في عنا الدي ان ايز برضه، وعنا اللي هو ستريبتوكاينيز. هدول البروتينات او الانزيمات اللي بتفرزها هذه الخلية البكتيرية بتساعدنا في تمييز انواع اللي هو ستريبتوكوكس مثلا بيوجين عن الاذر ستريبتوكوكاي، عن other blood group. زي ما حنشوف انه الازوت تيست او الانتي ستريبتولايسين او هذا الانتيبادي ممكن يكون يعني يفرز نتيجه ردات فعل اكثر من نوع من الانفكشن غير هو ستريبتوكوكس بايوجين وعن البيتا هيموليتيك. بالنسبه لخواص هاي اللي هو الانزيمات او المواد اللي بتفرزها لو ستريبتولايسين او، هو عباره عن اكسجين او وعنه هيت لاباين. اكسجين اند هيت لابايل، هذا ستريبتولايسين او هو عباره عن اكسجين اند هيت لابايل. طبعا هو اميونوجينيك انزيم. ايش يعني مقصود اميونوجينيك؟ انه قادر على تحفيز جهاز المناعه بحيث انه يكون له اجسام مضاده. يعني جسمنا مجرد ما يتعرض لهذا الانتيجين اللي هو التوكسين بتفرزه البكتيريا بيكون ضده انتيبادي. هاي هنا معنى كلمه اللي هو اميونوجينيك. اميونوجينيك انزيم يعني معناته بيحفز جهاز المناعه لتكوين اجسام مضاده ضده. طبعا الحجم تبعه هو اكثر من 50 دالتون، 50000 دالتون، طبعا من 50 ل 75000، وهو حجم يعني كافي لتحفيز جهاز المناعه لتكوين اجسام مضاده. طبعا زي ما ذكرنا انه هو بيعمل عمليه لايسيز للار بي سيز، طبعا تحت اللي هو الاندر ريديوس كونديشن، لانه هو قلنا عنه فاكولتيتيف ان ايروبيك، يعني تحت الظروف الهوائيه بيعمل عمليه تكسير لكرات الدم الحمراء، وكذلك بيقدر يدمر انواع مختلفه من انواع الخلايا المناعيه زي البي ام ان اللي هي بوليمورفيك ليكوسايت. هذه الخلايا اللي هو البكتيريا اللي هي او تعد الانويه زي النيوتروفين مقصود فيها بيقدر برضه يدمرها، او خلايا برضه كمان الماكروفاج ممكن يعني يعملها تدمير. حكينا انه هو من خلال تدمير هذه الخلايا، الخلايا المناعيه او كرات الدم الحمراء، بيقدر يدمر برضه خلايا الانسجه المحيطه بمكان الانفكشن، ومن خلال التدمير تبعه لهذه الانسجه بيصير عمليه الانتشار وانتقال من مكان لمكان في داخل الجسم. الازوت الانتي ستريبتولايسين او هو عباره زي ما قلنا عنه هو انتي بادي بيفرزه الجسم ليعمل عمليه النيوتراليزيشن. انتي بادي بيعمل ايش عمليه ايش قلنا هنا؟ نيوتراليزيشن. طب كيف يعني بيعمل نيوتراليزيشن؟ يعني بيعمل انتي توكسيك افكت. الانتي بادي عندي ايش بيشتغل هنا؟ بيشتغل انتي توكسيك افكت، يعني بيمنع عمليه الهيموليسيز اللي بتنتج عن اللي هو الستريبتولايسين او اللي بتطلع البكتيريا هاي.
هذا السبتوليسين هو قلنا عنه هو عبارة عن زي كمادة إنزيمية بكسر خلايا كرة الدم الحمراء عشان يمنحها الجسم. أول ما بيتعرض لهذا السبتوليسين أو توكسين تاع البكتيريا جسمنا بيكون له أجسام مضادة، هذا الأجسام المضادة بتبطئ مفعول عملية تكسيره للخلايا تحت الجسم. يعمل له نيوتراليزيشن، نعمل له نيوتراليزيشن. طبعا وقتيش بينتج هذا الانتي بادي عندنا بالجسم؟ بينتج يعني المدة تبعته مختلفة، هو بيطلع من خلال أول أسبوع أو من يعني لعشرة أيام من تعرضنا للإنفكشن، وبيستمر عندي لفترة طويلة، بيصل البيك تبعته من بعد اللي هو يعني بعد شهر بيكون وصل البيك، بظل تقريبا يعني في البيك تبعته لمدة شهر ونص اللي هو على 5 أسابيع بيظل البيك تبعته، وبعد هيك بصير ينزل معدل اللي هو التايتر تاع الانتيبادي التركيز بالجسم بقل وبيرجع لحد ما. طبعا هذا الشيء بيظله مستمر، ممكن يظل معانا لسنة، لما هو بقل بتناقص لحد ما يعني يصير معايا نيجاتيف. في عندنا نوع ثاني من انواع اللي هو ستريبتولايسين. احنا كل كلامنا على الستريبتولايسين او ذكرنا الستريبتولايسين او سمي ستريبتولايسين او اول شيء لانه اكسجين لابايل، او من هو اكسجين لابايل. في عندنا نوع ثاني اللي هو الاكسجين ريزيستنت او بتحمل درجات الحراره، هو الستريبتولايسين اس، هو ستريبتولايسين اس. هذا الستريبتولايسين هو عباره عن اول شيء نكون عارفين هو اكسجين ستيبل، يعني بيتحمل وجود الاكسجين، بتاثرش بوجود الاكسجين او بينتجش نتيجه اللي هو يعني بيطلع في وجود الاكسجين او عدمه بكون عادي، فيش مشكله فيه، بتحسسش بتدمرش. اما الستريبتولايسين او لا، لازم عشان يفرز ويطلع الخلايا البكتيريه هذه بتكون ظروف لا هوائيه، لانه زي ما قلنا الستريبتولايسين او بيبطل مفعوله عند وجود اللي هو الاكسجين. فنرجع للستريبتولايسين اس اللي احنا بنحكي عنه هنا. الستريبتولايسين اس هو عباره عن بروتين، طبعا هو نون انتيجينيك توكسين. ايش يعني نون انتيجينيك توكسين؟ يعني غير قادر على تحفيز جهاز المناعه لتكوين اجسام مضاده ضده. طب هو ليش نون انتيجينيك توكسين؟ لانه حجمه صغير، اقل من 50000 دالتون. لاقل من 50000 دالتون صعب او بقدرش جهاز المناعه يتعرف عليه ويعمل ضده ردة فعل مناعية يكون أجسام مضادة، يعني بيقدرش يحفز الخلايا المناعية ليتكون ضده أجسام مضادة. برضه هو بيعمل عملية هيموليز للار بي سيز وللفاجوسايتك سيل، طبعا بيدمرها. فعشان هيك هو أحد المصادر في تأثيره على الخلايا، بتأثر بيعمل عملية هيموليز من خلال اتصاله المباشر مع الخلية اللي بيدمرها. يعني هذا التوكسين لازم يكون في سيل تو سيل كونتاكت عشان يقدر يدمر اللي هو الخليه اللي متصل معها مباشره. فهنا هنا فبكون التدمير عشان يقسم الخلايا اللي هو حوالين انواع الخلايا البكتيريه نفسها، بيكون اللي هو عندنا عمليه التدمير بتكون بشكل واضح. طبعا هذا النمو البكتيري تحت اللي هو بتشوف هذه عمليه الهيمولايسيس في البلاد اجار بليت، زي ما هشوف الصوره لقيت اللي هان هاي صورة عندنا هلا انواع الهيموليسيز مختلفة. طبعا البيتا هيموليسيز بكون كومبليت هيموليسيز، الالفا اقل شوي، الجاما ما يعني بكون الهيموليسيز تبعها يعني تقريبا ما فيش هيموليسيز بالنسبة لانواع اللي هو الستروكوكس. لقيت عندنا هو البيتا هيموليتيك، هو عندنا التحلل بكون كامل. نرجع هنا للخصائص، فعندنا الانتي ستريبتولايسين او هو انتي بادي بينتج ضد البكتيريا اللي هي من انواع ستريبتوكوكاي، من انواع جروب اي ستريبتوكوكس، وهو يعد طبعا كانزيم، هو انزيم ستريبتولايسين او هو اكسجين لابايل زي ما قلنا، بتاثر بوجود الاكسجين بيخرب يعني بطل مفعوله، فعشان هيك يفرز في الظروف اللاهوائيه ويسبب عندي اللي هو هيموليسيز للار بي سيز، بيعمل عندي كومبليت هيموليسيز من بيتا هيموليسيز. الكلام هنا تقريبا معاد حكيناه قبل هيك بالفقرات السابقة، حقيقة حنتكلم عن اللي هو التست نفسه. يجب ان نكون احنا عارفين انه الانتي بادي اللي بتظهر عندنا بالجسم زي ما قلنا بتظهر بعد الاسبوع الاول لعشرة ايام من الانفكشن بيبدا ظهور هذا الانتي بادي، وزي ما قلنا بيظل هذا الكلام لحد اللي هو
الأسبوع من ال من أس من يعني من ثالث أسبوع بيصل البيك لحد اللي هو خامس أسبوع من الإنفكشن. الأسبوع من الأسبوع الثالث للأسبوع الخامس هان بيصل البيك تبعته، بكون هان هو في البيك هذا القمة، بعد هيك بيبدأ ينزل، نزوله بصير يقل كل ما احنا يعني كل فترة، مثلا بعد شهر بعد شهرين بيكون اللي هو النسبة تبعته زي ما احنا شايفين، مثلا بعد شهرين بيصير من 70 ل 75%، بعد 6 شهور بيكون 35%، بعد 12 من خلال بعد 12 شهر بيكون عندنا 20%، فبعد السنة بشكل عام بصير هو صفر. فممكن يكون قبل هيك يكون، وممكن يكون يقعد معي فترة طويلة، هو يعني بشكل عام ممكن يظل يستمر التايتل بتاع الانتيبادي عندي عالي لمدة أشهر أو أقل، يعني عندي من يعني من شهر لسنة بيظل موجود عندي التايتل بتاع الانتيبادي ويطلع معي بوزيتيف، لكن بعد هيك بكون ممكن يكون عندي نيجاتيف. طيب التايتل بتاع الانتيبادي لو أنا عملت الفحص تبعي، التايتل بتاع الانتيبادي حقيقة في أنا كيف بدنا يعني نفرق ما بين اللي هو الأكيوت انفكشن عن نقول عنها اللي هو البوست انفكشن او اللي هي يعني الانفكشن القديمه. زي ما احنا شايفين هنا لحد الاسبوع الثالث اللي قلنا عنه في البيك، الاسبوع الثالث للخامس بيكون التايتل بتاع الانتي بودي في اعلى مراحله، في يعني بيكون دلاله اللي هو حداثه الانفكشن، يعني بيكون عندنا في الستيج اللي هو الاكيوت. طيب كيف بدي اميز انا البوستيف تبعي هو اكيوت ولا كرونيك؟ او نقول عنه اللي هو البوست انفكشن، او نقول عنها اللي هي انفكشن قديمه. طبعا حسس نعمل الفحص هذا وجوده انه هو بوزيتيف بياكد لي وجود اللي هو جروب A طبعا ستريبتوكوكاي، عشان نميز اللي هو نقول عنه الاكيوت انفكشن عن الكرونيك او عن البوست اللي هي بوست انفكشن الانفكشن القديمه، بنعمل الفحص عمرتين. يعني يفضل عمل الفحص مش من مره واحده بنأكد التشخيص، يعني بيجي مثلا بعد ظهور الاعراض او لما بيعمل الفحص بنعمل له مره معاي، وبنحدد بعد ما يطلع معي الفحص بوزيتيف بنعمل كمان مره بعد 10 ايام لتاكيد اللي هو النتيجه. في حال انه لقينا التايتل بتاع الانتي بودي كل ماله بيزيد، هاد دلاله اللي هو انه هو اكيوت انفكشن. اذا كان بعد 10 ايام عدناه كمان مره، يعني بعد اول مره ب 10 ايام، يعني نقول 10 ايام تقريبا، نقول مثلا اسبوع ونص، لقينا التايتل بتاع الانتي بودي بيعلى بيزيد، معناته بيكون في عندي اللي هو اكيوت انفكشن. لقيناه بيقل، معناته كان في عنده انفكشن سابقه وقاعد بيتشافى او انه بياخذ علاجات وبيستجيب لها. لقيناه قليل كتير، يعني بيكون هو انفكشن، يعني لقينا الرقم ما تغيرش ثابت، بتكون هذه الانفكشن قديمه وهو عنده مناعه ذاتيه ضدها، تمام؟ وممكن يكون كروس رياكشن زي ما حنشوف من الشغلات اللي ممكن تأثر على نتيجة قراءة الفحص تبعنا. فالحالات اللي بيزيد في عندي فيها اللي هو الانفكشن تحت الستريبتوكوكاي هي حالات بيكون فيها عندنا بيكون مصاحب فيها التهاب حلق زي ما احنا شايفين بالصورة هنا، زي ما انتم شايفين بالصورة هنا بيكون عندي التهاب حلق، بيكون لونه عندنا احمر، اللوزتين ممكن تكون متضخمات او لا، يعني حسب شدة الالتهاب وردة فعل اللي هو الجسم المناعي ضده، ممكن يكون مصاحب بقيح بيكون موجود في هذه الاماكن عند اللوزتين. وطبعا الفحص مع الاعراض طبعا بيكون في عنده صعوبة بالبلع، في وجع بالزور، يعني في اكثر من عرض، ممكن يكون في ارتفاع درجات حرارة، ممكن لا. فالفحص وجود الفحص بيأكد اللي هو النتيجة تاعتنا، زي ما قلنا التأكيد أكتر بيكون لما نعيد الفحص بعد 10 أيام ونراقب التايتل تاع اللي هو الأنتيبادي. فإحنا بشكل عام لو عملنا الفحص مرة واحدة لازم يكون عندي التايتر قيمته عالية. قديش عالية؟ زي ما حنشوف بعد ما نعمل التايتريشن، حنطلع على الوحدة اللي تود يونت ونشوف نتعرف على قديش القيمة بتاعت اللي هو البوزيتيف. فعندي الإليفيتد ليفل من اللي هو من الانتي سيتولايسين اول او الانتي بودي اللي احنا بنحكي عنه اليوم، بيكون في حالات الاكتف ستريبتوكوكس انفكشن، وقلنا كيف بنعرف اكتف ولا مش اكتف. في حالات البكتيريا الاندوكاردايتس التهاب
وعضلة القلب الداخلية، أو ممكن بعد التعرض لأنواع مختلفة من الستريبتوكوكس بتعمل بصير عنده أعراض اللي هو مضاعفات اللي هو ستريبتوكوكس انفكشن، جلوميرولونيفريتس، التهاب في اللي هو الجلوميرولوس الموجود في النفرونات، النفرونات الموجودة في الكلية. أخذنا حوض الكلية فيه مجموعة من النفرونات، هذه النفرونات هي المسؤولة عن فلترة الدم وتكوين اللي هو عندنا البول. فبعد وجود اللي هو بعد جسمنا ما يتعرض للستريبتوكوكس انفكشن ويكون عندنا أجسام مضادة، هذه الأجسام المضادة كلها هي بتنزل عن طريق اللي هو اللي هو بتتفلتر من خلال الكلية، وهذه الأنتي بودي ممكن تعمل ردة فعل مناعية على النفرونات ويعمل عندي اللي هو جلوميرولونيفريتس. الجلوميرولونيفريتس بيكون التهابات في اللي هو وعلى النفرونات الموجودة في عندنا الكلية. طبعا في انواع تاني من الامراض زي روماتيك فيفر اللي هي مقصود فيها حمى الروماتيزم، وعندنا سكارلت فيفر نوع من انواع اللي هو برضه ارتفاع درجات الحرارة بتكون بتظهر فيها برضه اللي هو جسم مع حبوب، هذه برضه ستريبتوكوكس انفكشن. عندنا اللي هو ستريبتوكوكس انفكشن للثروت اللي هو الزور زي ما احنا شايفينه هنا، بياخذوا منه مسحة وبيتأكد من خلال المزرعة انه هذا ستريبتوكوكس انفكشن غير هو سيرجيكال تيست. في انواع تانية بيرتفع فيها اللي هو الازوت تيست، بيكون فيها هنا نون ستريبتوكوكس انفكشن، بتكون زيادة فيها السبب تبعها نون ستريبتوكوكس انفكشن. في هذه الزيادة بتكون التايتر تاع الانتي بودي بيكون اقل، يعني بعد ما عملنا كوانتيفيكيشن بيكون اقل من 500، بيكون اقل من 500 يعني هو بوزيتيف لكنه اقل من 500. وقتيش بيظهر هذا الكلام؟ في بعض الحالات من بعضها نيوموكوكال انفكشن، نوع من انواع البكتيريا النيوموكوكاي بتعمل انفكشن، بتعمل عندي اللي هو النيومونيا او التي بي اللي هو تيوبركلوسز او الجونوريا اللي هي النيسيريا جونوريا، وعندنا الهيباتايتس وكذلك الروماتويد ارثرايتس. هذه كلها هي امراض بتكون نون ستريبتوكوكس، يعني ما فيش فيها ستريبتوكوكس انفكشن. انواع ثانيه من البكتيريا او مثلا فيروسات او روماتويد ارثرايتس برضه اوتو اميون ديزيز، هذول بيرتفع فيهم فحص الازوت بيبين معي بوزيتيف، ولكن القيمه تبعت البوزيتيف اقل من 500، فهذا بنسميهم نون ستريبتوكوكس انفكشن، بنسميهم من النون ستريبتوكوكس انفكشن. فالازوت انتي بودي بوجود بيظل زي ما قلنا في دم الشخص من اسابيع لاشهر وممكن لسنه زي ما ذكرنا، وبعد هيك التايتر المفروض يكون راح. هيك بنكون احنا اخذنا فكره عامه انه وجود التايتر تاع الانتي بودي اهم شيء من لازم نعمل فحص. بعد ما نعمل الفحص اذا طلع معي بوزيتيف لازم اعمل تايتريشن لإله، بحدد قيمته عشان نميز اللي هو الاكيوت انفكشن من نقول عنه الكرونيك او البوست انفكشن اللي هو انفكشن قديمه. بعد 10 ايام بنعيد الفحص بنشوف اذا طلع معي بوزيتيف قديش كان التايتر، اذا لقينا التايتر قاعد بيزيد او ثابت عالي لسه ما نزلش معناته في عندي بيكون اكيوت انفكشن. اذا لقينا التايتر قليل زي المره اللي فاتت وما زادش قليل، يعني نتكلم عن مثلا 200، معناته هذه بوست انفكشن قديمه ومش اكيوت انفكشن، ممكن يكون عندي كرونيك. بالنسبه للبرنسبل تبع الفحص هو نفس البرنسبل تاع فحص السي ار بي. عندنا الميزه هنا بالفحص هنا اللي هو باستخدام اللاتكس بارتيكل او اللاتكس بوليستيرين اللي حكينا عنها المحاضره اللي فاتت. ايش هي البوليستيرين؟ هي ماده، هذه الماده صناعيه بيتم تحميل عليها. اليوم انا عشان بدور على انتي بودي في سيرم المرضى، بدور على انتي بودي في سيرم المرضى اللي هو ايش انتي بودي؟ هذا هو انتي ستريبتولايسين او اللي هو اي اس او، انتي ستريبتولايسين او. هذا الانتي بودي اذا كان موجود في دم المريض حيتفاعل مع الريجنت، مش موجود مش حيصير تفاعل. فاذا كان موجود حيرتبط مع اللي هو ستريبتولايسين او، هذول النقاط الزرق هذول ستريبتولايسين او الموجودات على اللاتكس بارتيكل، حيربطهم حيجمعهم مع بعض زي ما احنا شايفين بالصوره هاي، حيجمعوا مع بعض ويعمل عندي ليش اجلوتينيشن، بيعمل عندي اجلوتينيشن. طبعا الاجلوتينيشن المقصود فيه هنا هيعمل عندي تخثر، هيعمل عندي تخثر.
فعندي هذه المناطق اللي هي نتكلم عنها هنا الموجودات، هذول اللي بنحكي عنهم هذول عبارة عن نقاط منهن اللي هو الستربتورايسين او محملات على اللاتكس بارتكل. وبعد ما هم متجمعين على اللاتكس بارتكل زي ما انتم شايفين كرات، بوجود الانتي بادي الموجود في سيرم المريض اذا كان موجود، مش كلهم يعني، اذا كان موجود حيتفاعل معاهم ويجمعهم مع بعض ويعمل عندي قلنا عنه اللي هو تخثر الاجلوتينيشن. طبعا هذا التفاعل بيظل ستيبل او ممكن يصير عندي اقرا اجلوتينيشن او لا من بعد اللي هو لحد عندي دقيقتين، بستنى لمده دقيقتين. اذا ما ظهرش عندي تفاعل قبل الدقيقتين بوزيتيف بيكون هو نيجاتيف. اذا ظهر عندي لعند الدقيقتين هو ظهر تفاعل زي ما قلنا بيكون بوزيتيف. بعد الدقيقتين بعتمد النتيجه، بعد الدقيقتين بيكون في عندي حاجه بنسميها قلنا عنها الفولس بوزيتيف اللي بينتج عن سبب اللي هو اذا كان طولت في القراءه تبعتي بيكون الريجنت نفسه جف وهنا النتيجه بتكونش اكيده. عشان هيك بقول عنه فولس بوزيتيف، فلازم التزم بوقت اللي هو انكيبيشن تايم تبعي. شغله ثانيه، العينه اللي بنجمعها ممكن الفحص نشتغله على بلازما او سيرم، بس ما بنفضلش احنا زي ما قلنا البلازما لانه ممكن يكون فيها يعني فايبرونوجين، وهذا الفايبرونوجين الالياف الفايبرونوجين البروتينات الموجوده في البلازما تاثر على اللاتكس بارتكل وتعمل عندي اللي هو نون سبيسيفيك اجلوتينيشن، ممكن يؤدي لايش؟ نون سبيسيفيك اجلوتينيشن. ايش يعني نون سبيسيفيك اجلوتينيشن؟ يعني تخثر مش دقيق، يعني زي كروس رياكشن بيعمل، وهنا ارتباط مع الفايبرينوجين يعمل عند تخثر ويبين معي كانه الفحص بوزيتيف ولكنه غلط. تمام، فعشان هيك احنا بنفضل نستخدم سيرم افضل من البلازما. وبرجع هذا الاشي على حسب احنا الكت اللي بنشتغل عليه. شغله ثانيه وحكينا عنها في المحاضره اللي فاتت، العينه اذا كانت لايبيميك هاي ليبيد ان سيرم، الهاي ليبيد برضه ان سيرم برضه بيعمل عندي نون سبيسيفيك اجلوتينيشن لللاتكس بارتكل. هاي ليبيد يعني في عندي نسبه دهون عاليه، زي ما انتم شايفين بهي الصوره عندي نسبه الدهون عاليه كثير، لون البلازما بيكون بدل ما يكون لونه اصفر وتكون كلير بتكون لون البلازما على بياض اكثر، وبتكون ماده لزجه فيها، يعني لو تتعاملتوا معها بتكون البسكوس تاعتها عالي جدا. هاي واحد. اثنين، ممنوع يكون في العينه قلنا هيموليسيز، ممنوع يكون في العينه هيموليسيز. زي ما انتم شايفينه هيموليسيز هنا موجود، لون السيرم بيكون عندي احمر، شايفين كيف هالدرجه مختلفه من الهيموليسيز، بيكون السيرم لون عندي احمر. فاذا كان في العينه في عندي هيموليسيز زي ما انتم شايفين بالعينه هذه، هذه العينه لازم ايش نعملها؟ ريكولكشن، من نطلب عينه جديده بدالها. هاي النقطه الثانيه، فاذا كانت العينه لايبيميك او اذا كانت العينه هيمولايزد بيعمل عندي فولس بوزيتيف. من النقاط برضو المهمه انه اذا كان الريجنت تبعي صار فيه كونتامينيشن بالبكتيريا حيطلع التفاعل عندي بوزيتيف، اذا كان الريجنت نفسه اوكسيدايز مقصود فيه خربان يعني مفتوح مش محفوظ بالثلاجه برضه الريجنت ممكن يطلع معي اللي هو فولس بوزيتيف. حكينا انه ممنوع نقرا النتيجه اكثر من دقيقتين، ولازم نكون نعمل ميكسنج للعينه ونستنى على العينه عشان لمده اللي هو دقيقتين عشان نقرا النتيجه نقول عنها بوزيتيف او نيجاتيف. بعد الدقيقتين ممنوع نقرا النتيجه، يعني نطلع النتيجه نيجاتيف. اذا ما صارش معي بوزيتيف خلال دقيقتين بتكون النتيجه عندي ايش؟ نيجاتيف. طيب زي ما قلنا لقيت بعد ما تطلع معي نتيجه بوزيتيف لازم نعملها كوانتيتيف تايتريشن. طبعا التايتريشن البوزيتيف ريزلت بيكون عندنا بنعمل اللي هو سيريال ديليوشن، تو فولد ديليوشن حكينا عنه سابقا. التو فولد ديليوشن طبعا بعد ما يطلع معي الرقم اللي هو التايتر اللي بنحصل عليه من الديليوشن بنضربه بالتركيز تاع اللي هو الازوت ريجنت. الازوت ريجنت عندنا بيقدر يقيس عند اللي هو 200 انترناشونال يونت لكل ملي. هذا ايش ال 200 انترناشونال يونت؟ اي يو انترناشونال يونت هاي. هذا التركيز اللي هو بيقدر يقيسه الكيت من الانتي بادي في سيرم المريض. فعندي 200
بعد ما اعمل تخفيف لسيرم المريض حيطلع عندي التايتر تاع اللي هو الانتي بادي اللي تقريبا 2 مثلا او ممكن يكون 3. ايش الرقم اللي بيطلع معاي عشان اعرف قديش تركيز الفعلي للانتي بادي في سيرم المريض؟ لازم نضرب التركيز اللي بيقدر يقيسه الكيت المينيمم في معامل التخفيف اللي طلع معاي. فبنقول 200 ضرب اللي هو التايتر اللي طلع معاي. مثلا لو كان 2 او 4 مثلا هنا، لو كان 2 او 4 هي عندي مثال زي ما انتم شايفين بالصوره هنا، هاي مثال عندي طلع التايتر بتاع الاجلوتينيشن بعد ما عملنا تخفيف سيريال ديلوشن طلع 1 على 4، يعني التايتر قديش؟ 4. بنقول الازوت ليفل في سيرم المريض قديش؟ 4 في 200 اللي هو بيطلع عندي قديش تركيز الانتي بادي في جسم المريض اللي انا فحصته اللي بكون مثلا 800 انترناشونال. فهذا بياكد انه عنده مثلا ستوكوكس انفكشن. بدنا ناكده اكثر بنعيد له كمان مره بعد 10 ايام، لقينا رقم ضايل زي ما هو او بيكون عند الرقم قاعد بيقل او بيزيد، هنا ببين معي انه الاشي عندي كانت اكيوت انفكشن. اذا كان لقينا الارقام قليله اقل من هيك بكون هذه بتكون عندي ممكن يكون عندي نون ستريبتوكوكس انفكشن وبتظلها ثابته ما بتتغيرش. فالنورمال ليفل عندي انه يكون هو لما بيطلع معي الفحص نيجاتيف، النيجاتيف هم الناس اللي بيطلع عندهم الفحص اقل من 200 فبيطلع معي نيجاتيف، يعني الكيت حيطلع معي نيجاتيف لكل حدا الفحص تبعه اقل من 200. طبعا زي ما حكينا عنه انه هو الانتي سيبتولايسين او تايتر، هذا يمثل لمين؟ لا اللي هو قاعد بنسميها التيد يونت اللي هي 200 انترناشونال يونت، نضربها في التايتر فبيطلع قديش هو السيرم ليفل عند المريض. المهم جدا عشان نميز زي ما قلنا الستريبتوكوكس انفكشن عن اي نوع من انواع اللي هو ستريبتو الازوت، يعني بالنسبه للازوت تيست ممكن يطلع مع انواع مختلفه من الستريبتوكوكس انفكشن، سواء كانت جروب بي اي او اي بي او مثلا عندنا جروب سي وجي واي، بيطلع معاي فحص اللي هو الازوت تيست بوزيتيف. عشان نميز ستريبتوكوكس بايوجين اللي هي معناها اللي هي جروب اي عن الاذر، بنعمل فحص ثاني لتاكيد اللي هو الاكيوت انفكشن. هذا الفحص ايش اسمه؟ اللي هو الانتي دي ان دي ان دي ان اس بي، انتي دي ان اس بي. الانتي دي ان اس بي هو عباره عن انواع الانتي بادي زي ما كنا عنها من الانزيمات اللي بتفرزها الستريبتوكوكس بايوجين، وهذا الفحص بياكد لي وجود الستريبتوكوكس بنسبه 95% اكثر من مين؟ من الازوت تايتر، اكثر من ازوت تايتر. فاذا طلع معي الازوت تيست بوزيتيف بربع من على طول الانتي اللي هو دي ان اس بي، فاذا طلع معي بوزيتيف باكد الاثنين بوزيتيف باكد لي وجود هو بنسبه 95% انه عندي الانفكشن الموجوده هي عباره عن ستريبتوكوكس بايوجين في عند المريض. طبعا احنا بدور على مين؟ احنا بندور على انتي بادي الدي ان اس بي، هو يفرز من مين؟ من البكتيريا. واحنا بندور في سيرم المريض على انتي دي ان اس بي، فاذا كانت البكتيريا هو مصاب فيها هي نوع من انواع البكتيريا ستريبتوكوكس، فهذه البكتيريا حتفرز دي ان اس بي وهو جسمه حيكون اجسام مضاده ضدها اللي هو بنسميه انتي دي ان اس بي. فانا بدور في الفحص تبعي على الانتي بادي ضد الدي ان اس بي، اذا لقيته مع اللي هو الازوت لما بيطلع معي بوزيتيف معناته الحاله عندي هذه بتكون عندي اللي هي بوزيتيف ستريبتوكوكس بايوجين اللي هي الموجوده هي مسببه التهاب الحلق عند هذا المريض. لكن اللي هو الازوت تايتر لحاله سنسيفتات التست ممكن 80% من الناس بس بيمسكهم، يعني في انا حوالي 20% من الناس بيطلع معي فوس نيجاتيف. هيك بنكون احنا خلصنا المحاضره تبعتنا. طبعا الجانب العملي حناخذ 1 دروب من الريجنت، بكون هنا 1 دروب كتاب الماوس يعني شوي غلبة زائد 1 دروب من السيرام
وبنشوف بعد ميكسينج بنعمل ميكس. لمدة دقيقتين 2 minutes. ونشوف هل بيحدث عندي تخثر ولا لا، يعني لازم يصير عندي التفاعل بالصورة هاي. إذا صار معي هيك بكون بوزيتيف، ما صارش معي هيك بكون عندي التفاعل نيجاتيف. البوزيتيف زي ما قلنا لازم نعمل له تيتريشن. تمام، هيك، الله يعطيكم العافية.